ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتحت مظلته، صرفت مؤسسة أبو العينين الخيرية معاشات لأكثر من 10,000 مستفيد ما بين مطلقات وأرامل ومرضى الأورام، بالإضافة إلى الطلبة الوافدين من مختلف دول العالم من الدارسين في الأزهر الشريف. وأكد مسؤول المؤسسة إنها ذاتية التمويل. مؤسسة بتخدم حوالي 125,000 أسرة، حوالي 10,000 أو يزيد، اللي هم ليهم ترتيب شهري معانا، المرضى والطلبة والفقراء والأيتام وهكذا. بعد ترتيبنا وانضمامنا للتحالف صار الفايدة العظيمة زيادة العدد، صار الفايدة العظيمة بفضل الله تعالى تحت توجيهات معالي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان زادت الإعانات اللي بتقدم ليهم، زادت الهدية اللي بتقدم ليهم شهريا او سواء في المواسم الخير. النهارده اول يوم في القبض بتاع مرضى الاورام، واحنا عندنا قاعدة بيانات، وبعد انضمامنا للتحالف في 2022 احنا الحمد لله وسعنا قاعدة البيانات عندنا. احنا دلوقتي تقريبا بنخدم اكتر من 10,000 مستفيد بالنسبة للمعاشات. كل فترة في عندنا بقاعدة البيانات بتاعتنا وعندنا فريق البحث بتاع الجمعية بتاع المؤسسة هنا، بنبدأ نعمل ابديت لكل فترة للمستفيدين اللي عندنا. احنا هنا في مؤسسة ابو العينين عامل لنا شهرية كل شهر 200 جنيه، وبيدينا شنط رمضان لما بيجي المواسم، بيدينا فيها شنط رمضان، اللحمة بتاعت العيد، الكسوة بتاعت المدارس، الحفة لما بتيجي الشتاء بيجيب لنا كل حاجة حلوة. أي حد بيبقى عايز أي حاجة بيجي لهم، بيقدم ورقه، بياخد اللي هو عايز. الناس دي واقفة معانا واقفة مش عايزين نقول، فربنا يبارك فيهم قوي 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 قوي. هم وجيش المصري، الجيش المصري يعني ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. فيعني والحاجة والعينين يعني ده عارف عن التعال، يعني مش محتاجة ان انا اتكلم عنه، يمكن انا اقل واحدة اتكلم عنه بصراحة. يعني انا جوزي ميت بقاله 15 سنة ما سابنيش لا انا ولا عيالي. بشكره اللي هو بيدعم مرضى الاورام بصراحة، وانا بقالي اكتر من 10 سنين معي. مهما قلت ومهما شكرته، هو تحالف الوطني واستاذ محمد ابو العينين والمؤسسة بتاعته له جزير الشكر، مش هقدر اقدره على كلام. انا اولا مطلقة، معاشي لسه زايد الشهرين دول، كان 323 جنيه بقى 400 جنيه، فبيساعدونا على المعيشه. يعني احنا بندفع نور وميه وغاز وايجار، طب ال 400 جنيه ما بيعملوش حاجه برضه، فدول بيساعدونا. وبصراحه ما بيأثرش شركه او مؤسسه طبعا، ما بتأثرش معانا في اي حاجه، وبيتصلوا بينا بصراحه لو في اي حاجه بيتصلوا بينا، تعالوا بنيجي. والتحالف الوطني ربنا يبارك له ويزيده ويوسع عليه.